قرأت كثيرا على الإسلام وقرأت عنه، وذلك من خلال بعض الكتب التي أصبحت لا تفارقني، فأنا أكن لهذا الدين كل الاحترام وأصبحت أهتم بالاطلاع عليه، فدينكم وديننا يجمعه رب واحد. عليكم وديرتور دو فوتبول. هذه السبحة جاءتني من علاء الكويكبي هدية، وهي جميلة جدا، وعرفت أنها تستخدم في التسبيح، وأنا سعيد جدا بها حيث أصبحت لا تفارقني وأقلد حركاتكم. أقضي معظم وقتي في قراءة الفرق التي سألعب أمامها، وذلك بالرسم، فكل فريق أدرس طريقته وكيف يلعب، وهذا بمساعدة مدرب الحراس في حصر المعلومات. أشكر مناح الدعجاني الذي عرفني على الإبل والتي شربت حليبها، حيث أنهم أخافوني في البداية بأنه سيحدث تقلبات في البطن، ولكني الآن أصبحت مدمنا لحليب الناقة، فلقد وجدت فيه فوائد عدة، وسأطلب من السيد مناحي ناقة للسفر بها للبرتغال.